بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الخامس، كنا واقفين عند السؤال رقم 13 في اختبار الوحدة. السؤال رقم 13: ألاحظ الكلمات وأحدد نوع الهمزة وأدونها في المكان المناسب في الجدول. الكلمات مؤلم، تأتي، سؤال، مكافأة، أجل، تفاؤل، أمل، فجأة. شوف الكلمات وأشوف عندي همزة في أول كلمة، عندي همزة متوسطة على ألف، عندي همزة متوسطة على الواو. الكلمة الأولى مؤلم، همزة متوسطة على الواو زي ما احنا شايفين. تأتي، همزة متوسطة على الألف. سؤال، همزة متوسطة على الواو. مكافأة، همزة متوسطة على الألف. أجل، همزة في أول الكلمة. تفاؤل، همزة متوسطة على الواو. فجأة، همزة متوسطة على الألف. سؤال رقم 14: أجعل الكلمتين الآتيتين فاعلا في جملتين مفيدتين، ثم أكتب علامة رفع كل منهما. أبو الحشرات، أبو من الأسماء الخمسة، علامة رفعها الواو. الحشرات جمع مؤنث سالم، علامة رفعها الضم. الكلمة الأولى أبو نحطها في جملة تكون فاعل. شرح أبوك الدرس، علامة الرفع هنا الواو. الكلمة الثانية الحشرات، تأكل الحشرات النباتات، علامة رفعها الضم لأنها جمع مؤنث سالم. سؤال رقم 15: أعين المفعول به في الجمل الآتية وأذكر علامة نصبه. المفعول به في الجملة الأولى كافأ المعلم أخاك، المفعول به هو من وقع عليه فعل الفاعل. المفعول به إذا كان مفردا يرفع بالفتحة، ينصب بالفتحة. إذا كان جمع تكسير ينصب بالفتحة. إذا كان مثنى ينصب بالياء. إذا كان جمع مذكر سالم ينصب بالياء. إذا كان جمع مؤنث سالم ينصب بالكسر نيابة عن الفتحة. إذا كان أحد الأسماء الخمسة ينصب علامة نصبه الألف. في الجملة الأولى كافأ المعلم أخاك، المفعول به هنا أخاك، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. الجملة الثانية يأكل الطفل الفواكه، المفعول به هنا الفواكه، علامة نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير. يحب الله المتقين، المفعول به هنا المتقين، علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. السؤال رقم 16: أجعل كل كلمة ما يأتي في جملتين بحيث تكون الأولى فاعلا وفي الثانية مفعولا به وأضبط كلا منهما. أول كلمة أخوك، أخوك خليها فاعل، قول فاز أخوك بالجائزة. أخوك هنا فاعل، علامة رفعها الواو لأنها من الأسماء الخمسة. الجملة الثانية رأيت أخاك، رأيت الفعل، رأيت رأى فعل ماض والتاء هنا تاء الفاعل، إذن رأيت فعل وفاعل مع بعض. أخاك هي المفعول به، مفعول به منصوب، علامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة. النفايات، تنتشر النفايات في كل مكان. هذه النفايات فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. الجملة الثانية يلقي الرجل النفايات، النفايات هنا مفعول به منصوب، علامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. المعلمون، حضر المعلمون إلى المدرسة باكرا، المعلمون هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. سأل المدير المعلمين، المعلمين هنا المفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. المتسابقان، فاز المتسابقان بالجائزة، المتسابقان هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى. رأيت المتسابقين نفس رأيت فوق. رأيت رأى فعل ماض، التاء تاء الفاعل، هي فعل وفاعل مع بعض. المتسابقين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء لأنه جمع مذكر سالم. كده انتهت يا شباب اختبار الوحدة، باقي الإملاء، وإن شاء الله هذه نتملاها في الفصل ونكتب العبارة هذه بخط النسخ. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد كده هنبدأ في الكتاب
الجديد إن شاء الله حق الترم الثاني والفصل الدراسي الثاني. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.